السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني هذا تريب سيركت سوبرفيزن، يعني في هذا الروليات هادو، هذا الروليات هادو هذه ديال التونسيون، يعني فيك هنايا 52 أ، وفيه تي سي هنا 52، وهنا 52 بي 98 سوبرفيزن. يعني هادو هنايا هاد سميتها مانيال، وهذا رولي تريب، وهذا تي سي، يعني هذا الرولي تي سي، يعني كيفاش كيخدم مع هاد سميتها هاد هنا كاين واحد المؤقت، يعني كتمشي ليه هذاك السينير كيبقى يحسب، وهنايا تو انيسياتور، يعني المرشد انسي شتيه هو هذا. هنا هاد سميتها غنبداو دابا نشوفو، يعني اذا تسد مثلا هاد سميتها، اذا تسد هذا كلوزد، هذا هنا هانت 98 هنا، 97 هنا، 27 هنا، هنا 52 ب أ و 52 ب تي سي بي، هنا كذلك 98 27 52 أ الرولي تريب، يعني ثلاثة، وعندك هنايا هاد 52 ب، وهذا تي سي بي، وهذا تي سي إكريغر، يعني هادو ملي كيمشي لما سميت. هنا كذلك 27 28 52 ب و سميتها 52 أ، وعندنا تي سي ار. عندنا هنا واحد ليليمونطاسيون اللي كتجي من هنايا، ها هي بلس في سميتها. دابا في حالة ما الى تسد هاد 52 ا هنايا، وتسد هاد 52، هاد 52 بي، وتسد 52 بي الاخر، يعني هادو تسدو كاملين كلوزد، هذا كلوزد، وهذا كلوزد، وهذا كلوزد، اش غيوقع؟ غيدوز السينيال من هنايا، ياك ها هو شتي، وغيجي لهاد 27 تي سي ار، هاد الرولاي هذا، وغيخرج من هنا، غيجي من هنايا، وغي حيت هذا مسدود 52، وغيجي لهاد تي سي، ولا هو بدورو غيجي يجي بحال هكا، ياك، وغيجي غيجي غيجي بحال هكا، وغيمشي لهاد التايمر هادي، وهاد التايمر هادي غتمشي لهاد الانسياتور، يعني هاد المرشد هذا نورمالي كلوز، دا غيعلمك. هم دابا يعني هذا هو الجزء الاول، يعني باقي الجزء الثاني غنشوفو كيفاش يعني فونكسيونمون ديالو غنشرحوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نكمل هذا الجزء الثاني من هذا سميتها. هنا عاوتاني اش تسد هنا 52 ا، ياك، وتسد 52 ا هنايا، وتسد هذا 52 ا، يعني ثلاثه، واحد كلوزد مغلق 52 ا، توا الرولي كلوزد، وهذاك توا مغلق كلوزد، اش غيوقع؟ غيدوز غيدوز الفولتاج لهذا هو الاول، وينزل من هنايا، وغيمشي لهاد الرولي تي سي اللي هو بدورو، ياك بلاتي، غيمشي لي عاوتاني، وغيجي عاوتاني من هنا، حيت هذا مسدود عاوتاني، غيجي غيجي يدخل لهاد 27 هذا، هادي هاد الرولي 27 إكريكر، وغيجي من هنايا حيت هذا مسدود 52 أ، وغيمشي لهاد الرولي 52 تي سي إكريكر، وغيجي عاوتاني من هنا. غيدخل في هاد 27 تي تي بي، ويجي 52، ها هو دخل عاوتاني هنا، حيت هذا مسدود غيدخل لهنا، ويمشي 52، وهادو كاملين اللي دخل منهم غيجي من هنايا، غيجي لهاد المؤقت التايمر، ومن التايمر غيجي غينزل لهاد المرشد تو انسياتور، باش يعلمك بأنه راه هذا تسد، وهذا تسد، وهذا تسد، هاد الروليات هادو كاملين. هاد 52 أ، 52 أ، 52 أ، سنوكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما الجزء الثاني، يعني هنا عاوتاني أش غيتسد هنا؟ هنا غيتسد هذا، ياك، وغيتسد هاد 52 أ، و 52 أ هنا كلوزد، ولكن هذا ما غيتسدش، هادو ما غيتسدوش، ما يتسدش هذا، وما غيتسدش هذا، وما غيتسدش هذا، غيتسد هذا، وهذا أش غيوقع؟ نفس العملية، غيدوز هاد الفولت الفاز من هنا، غيجي هذا كله نوتر من هنا لتحت، غيجي من هنايا، غيجي لهاد سميتها هاد 27 تي ار، غينزل من هنايا، حيت هذا مسدود غيجوز منو، غيمشي لتي سي ار، هذا من بعد غنشرحوه، غيمشي لهاد الرولي 52 تي سي ار، ومن هنايا غيجي عاوتاني في هاد 27 تي إكريكر، وغينزل من هنا غيمشي 52 أ،
من هنايا غينزل غيمشي لتي سي إكريغر، ومن هنايا غيجي هاد حيت هذا سميته هنا بارتي هنا نوتر، شتي غيجي هنا غيدرو لي غيخدم هاد الخدمة درو لي هادا ودرو لي وغيعطيو إشارة لاش لهاد المؤقت هذا التايمر اللي هو بدورو غيمشي لهاد المرشيط الانيسياتور ان سي نورمالي كلوز. هاد الانيسياتور هو رولي هما دابا لا تذهبوا بعيدا، باقي مازال غنشرحوا هادشي بالعربيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دائما في ستريب سيركل سوبرفيجن، يعني هاد الروليات هادو اللي هضرنا عليهم بحال هكا هما هنايا، يعني 27 و98 و58 و52 اب، وهاد ام تي هادي يدوي مانيال، وهادي رولي تريبس يعني بحال يعني هنا كذلك رولي تريبس 27 اكريغر 98 اكريغر و 52 تي سي هاد الرولي هذا، هنا كذلك رولي تريب ام تي يعني يدوي مانيال، وهذا 27 تي بي و 98 تي بي 52 تي سي بي. 52 هاد الروليات هما اللي كيعلمو 52 تي سي بي، وهنايا 52 تي سي اكريغر، هنا 52 تي سي ار. غنشوفو دابا هاد الاداه، يعني ما تقلقوش انا راه شارحها بالعربي، غنشرح دابا بالعربي، ولكن غنشرح نهضر باللغه القبيله علاش مكتوب هنا. بير ذا اوبريشن اوف تريب سيركلز سوبرفيجن اوف ا كلوزد اوف ا كلوزد تريب، يعني كلوزد سيركوت بريكر دير ار تو ريليزز 2070 and 98 T, which involve in monitoring the trip circus health these relays are provided for all the three phases. The three phases separated 2070 T relay monitors the trip coil when the circuit breaker is in a closed condition. 98 T relay monitors the trip coil when the circuit breaker is open condition. When the breaker is off at any instant, any one of the relays will be unpicked up condition. يعني غنشرح لكم هذا الشيء هذا بحال هكا، يعني تعرف شنو هو الشيء هذا سميته هذه عملية العصفور بقواطع الإشراف على الغلق هي رحلة قواطع الدائرة. يوجد اثنين من هذه الروليات 27 تي و 98 تي والتي تشمل مراقبة صحة مسارات الرحلة. هذه الروليات أكدت للجميع ثلاث فازات مفترقات الرولي 27 تي شاشة رحلة الملف عندما يكون القاطع الدائرة مغلوق، في هذا الشرط 98 تي الرولي شاشة رحلة الملف عندما يكون القاطع الدائرة مفتوح، يعني هذا من يكون مفتوح 98، وفي هذا الشرط عندما يكون القاطع الدائرة منطفئ لا يعمل. عملية أي من هذه الروليات سيتم انتقاؤها. رحلة الملف عندما يكون قاطع الدائرة مفتوح، وحين في هذا الشرط عندما يكون قاطع الدائرة منطفئ لا يعمل أي من هذه الروليات سيتم انتقاؤه. يعني هذا الرولي 27 ملي كيكون السيركوي بريكر مغلوق كيخدم، وهذا ملي كيكون السيركوي بريكر محلول 98 كيخدم، 98 كيخدم ملي كيكون محلول. شتيه هذا 27 في شاشة رحلة الملف عندما يكون قاطع الدائرة مغلوق في هذا الشرط، يعني 27 ملي كيكون مغلوق ملي كيكون السيركوي بريكر مغلوق كيخدم 27 الرولي تي، ملي كيكون محلول كيخدم 98 تي. هذا هو الفرق بيناتهم. دابا سنقول breaker 27 T relay coil is arranged and such that it gets
energizes the that when 52 NO contacts normally open contact which in N series with the trip coil closes when up a particular fuzz pull of the step B closes 52 A closes to energizes that fuzz 27 T relay all three 27 T relays must be either picked up or the in dropped here is cut بحال دابا بغيت تقول شي واحد I think I dropped my wallet يعني انا اوقعت محفظتي يعني اوقع in dropped out condition if that is next the case trip circus failure or pull discrepancy is indicated by the respective monitoring panel to detect to open circus in the trip circus relay 2070 is placed at the end of the wearing matrix otherwise some open circuits may go in detected sometimes there is a feature called file safety يعني فايل هي بحال اللي قلتي your file هي انت if you have an issue خسرتي your fired هي vous êtes viré يعني انك انت سميتها مطرود safety هي بامان which is implemented using 27 relay يعني غنشرح هذا الشيء بالعربيه في حالة حدوث العديد من الدوائر في الأسلاك 27 تي تنتج مقاطعة إشارة إلى المرشد تفتح في حالة حدوث العديد من الدوائر في الأسلاك 27 تي 27 تي هي هذه تفتح مقاطعة إشارة إلى المرشد وبالتالي تساعد الدائرة أيضا في الإشراف الذاتي لمرشد الدائرة أيضا لتنفيذ عملية الكرة أعلى تي دي دي أو وقت الانقطاع يتم استخدام مؤقت من المصفوفة الكشف والمرشد إذا كان الكونتاكت 27 إنسي مغلوق رولي تستخدم لنفس التطبيق عند وقت الاستلام المؤقت يستكشف المصفوفة والمرشد هما دابا يعني هاد الروليات هادو راه شرحناهم قبيله ملي كيتسدو بحال ملي كتسد مثلا هذا وهذا كيخدمو هما كيخدم هذا هاد الروليات هاد باش يعطي الإشارة لهذا اللي كيعطيها للمرشد كيعطيها للتايمر من التايمر كيعطيها للمرشد بأنه راه مسدودة سميتها هاد البلاصة هادي مسدودة وهادي مسدودة هذا إلا كان السيركوي بريكر هنايا مغلوق كيخدم هاد 27 هذا 27 تي هاد الروليات كان السيركوي بريكر هنايا هنا سميتها مفتوح كيخدم 98 هاد 98 تي وهاد 98 تي وهاد 98 تي سنكمل هاد الروليات هادو اللي قلنا 27 هنايا باجي لهم فاز هنا هما وهاد 98 هنا 27 تي ار 27 تي اكغريغ 27 بي وهنا 98 تي ار روليات 98 اكغريغ 98 تي بي وهنايا التايمر اللي قلنا لكم ديك القبيله وهنايا داك المرشد ان تو انيسياتور ان سي هنا يعني هنا البلوس ديال سميتها ديال شغل هنا 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 كله بليس هنا اش قال لك هنا دو ان او كونتاكت اوف 2070 ريلاي
are arranged such that under healthy condition of the trip circuit annunciator a senior. يعني هنا اش قال لك هنايا الكونتاكتات المفتوحه ل 27 تي ضروري رتبت الحاله السيئه لدارئه الرحله والمرشد والاشاره والرحله والمرشد. يعني الكونتاكت المفتوح 27 تي ضروري 27 تي ضروري رتبت الحاله السيئه لدائره الرحله والمرشد واعطت الاشاره للمؤقت بحالك كما قلنا لك مؤقت من المنطق ان اسياتور. يعني تسد هذا وتسد هذا وتسد هذا وتسد هذا وتسد هذا وتسد هذا وما بدا بالكم مسدودين دابا تسدو كاملين بحال هكا وتسد هذا 98 98 تسدو كاملين و 27 هادو كاملين تسدو اش غيوقع غيدوز الاشاره للمؤقت مؤقت ان اسياتور كذلك هنايا متسدو غيجي من هنا التايمر من التايمر لهذا سميتها مفهوم هذا هنا اف ماني هادشي غنشرحو بالعربيه اف ماني اوبن سيركوت او سكورز اوف ذا ويرن ليدز اوف 27 تي اوبنز اند انتربتس سينيال تو ذا انيشيتور The circus also helps in supervision. The annunciator circuit also for implementing operation TDD out time on drop out timer is used between the detection matrix and the annunciator of FNC يعني normally close contacts of 27 relay are use of the same application TDPV timer loses on pickup timer is the detection matrix and annunciator. يعني سنشرح هذا في حالة حدوث العديد من الدوائر في الأسلاك 27 تي تفتح ومقاطعة إشارة إلى المرشد وبالتالي تساعد الدائرة أيضا في إشراف الذاتي للمرشد الدائرة أيضا لتنفيذ العملية المذكورة أعلى TDD وقت الانقطاع يتم استخدام مؤقت بين مصفوفات الكشف إذا كان الكونتاكت 27 إنسي مغلوق الرولي تستخدم نفس التطبيق عند وقت الاستلام المؤقت يستكشف المصفوفة والمرشد. يعني شنو معنيتها من هذا الشيء كامل ياك الى تسد مثلا هذا هو الفاز جاي من هنا ديال السيركوي بريكل تسد مثلا هذا 27 هذا مسدودين دابا كلوزد اول يعني مسدودين كاملين تسد 27 وتسد 27 وتسد 27 وتسد هاد 98 وتسد هاد الروليات هادو سميتها 98 الاخر كلهم كلوزد ياك غيجي الاشاره غتعطى من هنايا لهاد التايمر ومن التايمر غتمشي لهاد المرشد دون تو انسياتر هو تا هو غيعلمك عاوتاني تسد 98 غيجي الاشاره من هنا من 98 كاملين هاد الروليات وغيجي المؤقت وغتمشي علاش هاد التايمر هاد المؤقت غيمشي للانسياتر يعني غيعلمك تا هو دونك هادو هما الروليات كيفاش العمل ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هادو الصحاب هو الطونسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عام وانتم بونجور مي زامي excusez-moi pour le retard tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous. السلام عليكم أصدقائي. عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. هولا ميس أميغوس ميس أميغاس بردونا للرتاسو إسكي مي تونغو موتشو تابخو إستيميس إي إستو إكيبادو موتشاس غراسياس بوسيغي إي Gracias por ver los videos. Hello, my friends.
excuse me for delay, because I have a lot of work in this month. And I am very busy. Thank you very much for following, and thanks for watching the videos.